السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في هذا المقطع والذي سنشاهد من خلاله نزال قوي ورائع بين المقاتل المغربي نبيل أسمر وخصمه الجزائري عمران بن سلامة. إليكم أهم تفاصيل هذا النزال، لكن قبل كل هذا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر دائما في نشر المزيد إن شاء الله. وإن كنتم من محبي وعشاق الرياضات القتالية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نبيل أسمر هو صاحب القفازات الحمراء، فيما خصمه عمران بن سلامة هو صاحب القفازات الزرقاء. ما تشاهدون بداية النزال بضربات مختلفة قوية بين المقاتلين. ضربات صراحة قوية من المقاتل الجزائري لحد الآن. برافو نبيل، ممتاز نبيل. شوف هاي كيك، مستوى فك المقاتل الجزائري. ضربات قوية من نبيل، ممتاز نبيل. ضربة تحت الحزام، ممتاز نبيل، ممتاز نبيل، برافو. صراحة جولة قوية. نهاية الجولة الأولى، يعني جولة متقاربة، بداية الجولة الثانية. ممتاز، ممتاز المقاتل المغربي نبيل، برافو. شوف هذه اللقطة الرائعة، سويت جامبني، برافو نبيل، ممتاز. شوف هاي كيك لوجه المقاتل الجزائري، ممتاز. دائما المقاتل المغربي نبيل، يعني جولة ثانية رائعة من هذا المقاتل، برافو. شوف الإعادة، هاي كيك مباشرة لوجه المقاتل الجزائري. شعبية كبيرة لهذا المقاتل المغربي. نهاية الجولة الثانية، هذه هي الجولة الثالثة والأخيرة. برافو، ممتاز المقاتل المغربي. شوف الإعادة، ضربة قوية، سقوط المقاتل الجزائري. هنا يعني نبيل يوجه ركلة يعني الحكم، حتى الحكم لم يسلم من ضربات المقاتل المغربي نبيل أسمر. برافو نبيل، سيطرة واضحة في هذه الجولة، سواء في الجولة الثانية وكذلك حتى في الجولة الثالثة. ممتاز نبيل، الأسد المغربي صراحة استأسد في هذا النزال ضد خصمه الجزائري بن سلامة. عمران يعني مقاتل صراحة معروف، مقاتل يعني قوي، لكنه يعني صراحة لم يظهر بشكل كبير أو بمستوى كبير في هذا النزال ضد نبيل أسمر المقاتل المغربي. ممتاز نبيل، برافو صراحة، أبدع وأمتع في هذا النزال، برافو. يعني المقاتل الجزائري مبغاش ما قلت في البداية، هذا النزال نزال نار وحارق، وكما شاهدتم في الأخير الفوز عاد للمقاتل المغربي نبيل أسمر. هذا كل ما لدينا في هذا المقطع، أتمنى أن تتركوا لنا آراءكم في صندوق التعليق، وإن كنتم من محبي وعشاق الرياضات القتالية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما
كل جديد.